مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تواصل دوت كوم، وفيها نستعرض واياكم العديد من المقاطع والهاشتاجات ومختلف المنشورات التي ركز عليها الكثير من النشطاء العراقيين فتداولوها بشكل واسع فيما بينهم. قبل ان نذهب الى فقره المقاطع المتداوله وهي الفقره الاولى، وجب ان نذكركم بان التردد الجديد لقناه الرافدين الفضائيه هو 10727 والاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من جميع متابعينا الكرام أن يتفضلوا بتوجيه أجهزة الاستقبال لديهم على التردد الجديد. الآن نذهب إلى أولى الأخبار معنا في فقرة المقاطع المتداولة. مشاهدينا الكرام، حصل وأن نشرت قناة الرافدين الفضائية على موقعها في فيسبوك مقطعاً يظهر القوات الحكومية وهي تعتدي بالضرب على المهندسين المعتصمين أمام مبنى شركة نفط ميسان. دعونا نتابع الفيديو مجدداً هنا من خلال هذه الحلقة من تواصل دوت كوم، وبعدها لنا حديث يقال، نتابع وإياكم. طبعا بعد تفاعل الكثير من الجمهور العراقي مع هذا الحدث، ورد تعليق لشخص يدعى أحمد الباغوز يتهم فيه قناة الرافدين الفضائية ويقول إنها قناة فتنة وسبب في هلاك أهل السنة في العراق. لكن جاءه الرد سريعا من المتابعين على تعليقه هذا. دعونا الآن نطلع على تعليقه وإياكم، بعدها نذهب إلى قراءة في تعليقات المواطنين. هذا تعليق من يطلق على نفسه لقب دكتور واسمه أحمد الباغوز، يقول قناة فتنة والقائمون عليها سبب هلاك أهل السنة. نرى الآن أو نتابع وإياكم تعليقات المواطنين. سيمو علي هذا الناشط يرد على الباغوز قائلا شنو الفتنة بالموضوع، يتساءل متعجبا. يرد عليها الباغوز لا ينقلون إلا الصور السيئة عن البلد فهم كعين الذبابة، هكذا يقول هذا الباغوز إلى مواطن آخر وكيف رد عليه. سيمو يرد عليه مرة أخرى ويقول له ليش شنو الشيء الغير سيء على مود تنقله، ناس محتاجة وطلعت الطالب بحقوقها، هل هذا سيء؟ سؤال يحتاج إجابة. سعد الغريري يكتب أيضا معقبا ومستغربا مما قاله الباغوز ويقول هذا الدكتور عنده وظيفة ومرتاح فما يدري بالناس شكلت والشربات. إلى تعليق جديد، الباغوز مرة ثانية يظهر معلقا على سعد الغريري ويقول أخي الكريم أنا مع كل خريج قلبا وقالبا لأني خريج مثلهم وأعرف معاناتهم، ولكن سياسة القناة طائفية وتحرض على أي حكومة تجيء منذ 2003. لكن المواطنين لم يتوقفوا وردت عليه من تسمي نفسها بنت العمارة وتقول دكتور ومثقف وما تحكي حق الله، أمر يدعو إلى الغرابة حقا. أما أبو ياسر الحديدي فرد عليه قائلا الدكتور يمكن مستفاد من الحكومة. روحات أو مواقف يطرحها المواطنون ولهم كل الحق بأن يقولوا بكل حرية. الباغوز يرد عليه علي حمودي زينب شرفك أجت حكومة بها خير وفادت العراق وشبابه وطورت البلد وحاربتهم قناة الرافدين. الشاب أيضا يكتب تعليقه مستغربا. أخيرا صدى النقد ويرد عليه قائلا على الباغوز نقصد ويقول له أتظن أنك بهذه الإساءة ستكسب ود من حكموا البلد بعد 2003؟ إنهم ينظرون إليكم بازدراء ويعرفون أنكم تداهنون، كن منصفا ولا تنظر بعين الحقد وطابع المنفعة الوقتية ستخسرون.
إذن هذه جملة مشاهدينا الكرام من التعليقات على ما ورد على لسان الباغوز متهما به قناة الرافدين الفضائية بعدما نشرت مقطعا يكشف معاناة شريحة مهمة من الشرائح المهمشة في العراق. المقطع ببساطة يتحدث ولا أحد من الرافدين عقب عليه، فخرج من يعترض ويصف القناة بوصوف ذهب ضدها أو رفضها الكثير من الجمهور العراقي وعقب على الشخص الذي وجدتم تعليقه، وقد قمنا بعرض تعليقه بالمناسبة حتى ترون بأنفسكم وتحكمون كذلك. الآن نذهب إلى مقطع آخر أو إلى خبر آخر. هناك هاشتاج ينشط حاليا في العراق وعنوانه وزارة الصحة فاسدة، وهو وسم أطلقه مغردون عراقيون وأطباء بسبب الفساد المستشري داخل وزارة الصحة في عموم العراق، الشيء الذي أجبر الأطباء على الإضراب داخل المستشفيات بسبب عدم توفر أبسط أنواع الأدوية إلى جانب تهميشهم وتهميش حقوقهم والاعتداءات التي يتعرضون إليها. في جانب آخر تقف القوات الحكومية موقف المتفرج من معاناة الطبيب العراقي. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا ومن ثم نذهب إلى قراءة في التعليقات. هاي حالة هايبوغلايسيميا الراندم مالتها 19.8، ما عندي هاي انكونشياس المريضة طبعا بريجننت اون انسولين، ما عندي بس جلوكوز ووتر ابو الخمسة بالطوارئ متوفر، لا هايبرتونيك ولا شيء. خل نروح له بالصيدليه نساله موجود عنده هايبرتونيك؟ شلون حبيبي؟ شلون اقول لك عيني عندك هايبرتونيك؟ ماكو؟ زين هاي المريضه شلون عندنا سكرها نازل ما عندنا هايبرتونيك؟ جهاز اعطاء عندك؟ مغذي عندك؟ نورمال سلاين؟ ماكو. كاردونون عندك؟ انجسيد؟ ادينوسين؟ لا ما موجود. ميتوبرولول كلهم ماكو؟ ايزوبتين؟ لا ماكو. دوبامين؟ دوبامين موجود. دوبامين او دوبامين؟ دوبامين موجود. يعني دوبيتامين؟ ماكو. شكرا جزيلا. إذن المعاناة بازدياد وباستمرار، حتى وزارة الصحة طالتها هذه المعاناة، فهي تعيش حاليا حالة انهيار شبه تامة بمستشفياتها بمختلف مرافقها، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين الذين يعيشون معاناة مركبة يضاعفها انتشار فيروس كورونا. دعونا نقرأ وإياكم أبرز التعليقات أو المنشورات التي كتبت ردا على هذا الفيديو. عديان تكتب: فساد الوزارة كل يوم يزداد بكل الطرق، وحتى الأعمى يشوفه من أجو أصحاب الحق يطالبون بحقوقهم، صرتوا تحجون بالقوانين والفساد، وين القانون عنكم لعاد؟ وزارة الصحة فاسدة. مصطفى الوحاش يكتب: المستشفيات لا تصلح حتى لعلاج الحيوانات، وخاوية على عروشها وخالية من أبسط العلاجات. إلى تغريدة جديدة وكتبها مرتضى يقول: أطباء يعتدى عليهم يوميا بدون حماية بسبب نقص في الأدوية والمعدات، بسبب صفقات فساد الصحة والطبيب في الواجهة يترك ليتحمل تبعات فسادكم. إلى تغريدة أخيرة كاظم يكتب: 17 سنة بيد التيار الصدري، أكو فد علاج زين؟ لا. أكو أطباء زينين؟ لا. أكو مستشفيات زينة؟ لا. علاج ماكو بالمستشفى، يقول لك روح للأهلي. وزارة الصحة فاسدة. الآن ننتقل وإياكم إلى مقطع آخر متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعني هذا المقطع مبتدأ بهاشتاج أطلقه ناشطون عراقيون يحمل اسم تشرين تطرق الأبواب. أطلق ناشطون ومغردون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي واسما يحمل عنوان تشرين تطرق الأبواب، للإشارة إلى قرب الذكرى السنوية لثورة تشرين. وعبر المغردون عن استعدادهم لتجديد التظاهرات والمشاركة بها في جميع المحافظات وساحات الاعتصام بعد التحضيرات الأخيرة من قبل الثوار بتجهيز الساحات المختلفة وإعادة ترميمها لتستوعب الأعداد الكبرى من المتظاهرين. حملات إعادة تأهيل ساحة التحرير وسط بغداد من قبل المتظاهرين استعداداً لانطلاق الموجة الثانية للتظاهرات
وهذا مضمون المقطع المصور الذي سنشاهده وإياكم الآن. كان هذا في جوانب مختلفة من ساحة التحرير في بغداد. الآن نذهب وإياكم إلى النجف، وهناك النشطاء ينظمون حملة لتنظيف ساحة الاعتصام استعدادا لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين والتحشيد المرتقب خلال الأيام القادمة. إلى فيديو من النجف نتابع وإياكم، ثم نذهب بعدها إلى التعليقات. شلونك سعدنا؟ شلون صحتك؟ تعال شيل هذا العلم. كرك. لا با هاي هناك جاي ينظفون الجماعة. لا انا ما ادري هاي خيمة المشخاب عمي. وين احد احنا مشخاب؟ نباتين ومستمرين على حسنين. ايه جواك اول. وين احمد احنا مشخاب؟ يلا ابوي تعال شيل هالواير بالماسحة منها واحد يرفعه. تعقيبا على هذه الصور، قال عدد من النشطاء العراقيين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمثل هذه الطاقات وهذه الهمم الإيجابية نواصل المشوار الذي بدأناه سويا. الآن إلى قراءة في التعليقات التي جاءت ردا على الفيديوهات التي شاهدناها استعدادا للموجة الثانية من ثورة تشرين. حسين الثاني يكتب: تشرين تطرق الأبواب وتعيد لنا الذاكرة من العام الماضي، هذه الثورة التي خطت بدماء شهدائنا سنكملها ونسترد حقهم ومحاسبة قاتليهم. إلى تغريدة ثانية كتبها صادق الرائد يقول فيها: لا يظن الكاظمي وفريقه أن تشرين انتهت عندما تولى رئاسة الوزراء، فهو واهم جدا. أما الأحزاب والميليشيات هذه الفئة الباغية الفاسدة المجرمة، نحن مستمرين بإزالتهم في الجولة الثانية من تشرين. إلى تغريدة ثالثة نذهب وكتبها حسان يقول: الطلاب كانوا العمود الأقوى للثورة، وجودهم بالاحتجاجات القادمة سيشكل ورقة ضغط أقوى بعد ما تبينت قوتهم أثناء الاحتجاجات. إلى تغريدة أخيرة كتبتها لينا تقول: لينا لم ولن ننسى إجرام الحكومة ضد ثوارنا المطالبين بحقوقهم المشروعة. تشرين تطرق الأبواب، تشرين موعد ثائرين. وصلنا الآن إلى الخبر الأخير مشاهدينا الكرام في فقرة المقاطع المتداولة، وهو عن استمرار التظاهرات المطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين من مختلف الجامعات ومن جميع التخصصات. هذه التظاهرات لا تزال قائمة ومتواصلة وحيوية أمام المنطقة الخضراء ببغداد، مع استمرار التسويف الحكومي لمطالبهم والاعتداءات من قبل القوات الحكومية على المعتصمين السلميين من طلبة الجامعات والخريجين وحملة الشهادات العليا. نشاهد الآن جانبا وإياكم من تظاهرات خريجي الجامعات المعتصمين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بالتعيين. من حق
نرجع لا والله ما نرجع لا والله. قبل أن نذهب إلى التعليقات دعونا نستمع إلى الشهادة من شاهد عيان وهو أحد طلبة المعتصمين قرب المنطقة الخضراء، وهو يؤكد أن القوات الحكومية تعمدت الاعتداء عليهم بالضرب. نتابع ومن ثم نذهب إلى التعليقات. الآن ظل أن نقرأ عليكم المنشورات التي كتبت والتغريدات التي دونها عراقيون تعليقا على ما شاهدتم من صورة. نذهب إلى التعليق الأول وهو منشور في فيسبوك لمصطفى العراقي، يقول: موفقين إن شاء الله، مضى حق وراه مطالب. إلى منشور جديد كتبه المستشار كريم شجيري، يقول: خطواتكم الثابتة ستوصلكم إلى تحقيق أهدافكم. الآن إلى منشور جديد، رقية الحسني تكتب: يا رب أنت الناصر، إن شاء الله ما يضيع تعب الخريجين القدامى والكل تتعين يا الله. إلى المنشور الأخير وكتبه يونس البيرقدار، يقول يونس: إن شاء الله إيد واحدة كلنا وهدف واحد وهو التعيين دون قيد أو شرط. إذن هذه أمنيات الشباب الخريجين الذين يعتصمون سلميا قرب المنطقة الخضراء وبعد وعود حكومية بالاستجابة إلى مطالبهم العادلة، وجدوا الهراوات والاعتداءات من قبل القوات الحكومية تتواصل بحقهم يوما إثر الآخر، ولكنهم مع هذا يزيدون عزما وصلابة. بعد الفاصل ننتقل إلى فقرة جديدة. في فقرة أنت ترى وصلنا فيديو يشتكي فيه مواطنون من محافظة بابل من عدم تنظيم مفردات من عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ عدة أشهر، مؤكدين أن وزارة التجارة تسيطر عليها أحزاب وجهات سياسية متنفذة هي التي تمنع توزيع مفردات البطاقة على المواطنين، مناشدين بضرورة أن يكون هناك من يراعي واقعهم الاقتصادي المرير والصعب لمختلف المواطنين على امتداد العراق وليس بابل فحسب، وتوزيع مفردات البطاقة التموينية. نشاهد ونعود. الوجبة صار حوالي 4 أشهر ماكو، الناس ما عادت تشتري، السوق احترق، التمن كان 500 دينار 750 500 دينار 400 دينار، السماء الوجبة صار ب 1000 1000 وربع، الناس ما عادها تجيب، وين دا يودون هاي الحصة دا ياخذوها مال الغداية؟ اسمك بالحصاد ابو المثل يقول منجلك مكسور، يقولون راح نجيب وراح نودي وراح نطل الشعب وكل شيء ماكو، بس ما ملتين يلخبون وياكلون، لا يحسون بالشعب، لا يحسون بالناس، لا يحسون بالفقرة، حالتهم تعبانة، الناس ما عندها ريوق تتريق. محافظة بابل اصلا احنا يمكن محافظة هاي يمكن ما موجودة بالخارطة. يعني هو الظلم ترى بس مو بس على محافظة بابل، بس احنا نعرف الوزير من هو؟ الفراش مال الوزارة يحكم أحسن من الوزير، يعين ويجوي ويسوي. الوزير يوميا بدلي لنا وزير، يا وزير اللي يجي يسوي نفسه أبو المنصور الدوانيقي. فلازم تواجه حرب من الأحزاب المتنفذة من السراق، وإلا شنو مصلحة الكاظمي ما يدفع بالبطاقة التموينية للمواطن؟ هو بطل زيت شي يأثر على الحكومة؟ بس أكو ناس وأكو سراق وراء هذا الموضوع. إلى فقرة الخبر المزيف بين الحقيقة والزيف، حيث تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة من مختلف دول العالم تداولوا مقطعا مصورا، دعونا نتابعه معا الآن. الآن سيظهر هذا المقطع. طبعا هذا الفيديو قيل إنه يظهر رئيس غينيا ألفاكوندو وهو يضرب أحد وزرائه، وقالت منشورات أخرى إنه وزير يضرب أحد معاونيه، لكن الادعاء خطأ، والفيديو في الحقيقة مصور عام 2016 وهو يظهر طالبا جامعيا يعتدي على أستاذه في غينيا الاستوائية. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.
في فقرة صندوق الوارد نقرأ عليكم الرسالة تماما كما وصلتنا. إلى نص الرسالة الآن. السلام عليكم ورحمة الله. نحن موظفو إقليم كردستان العراق نتحمل منذ سنوات سياسة الأحزاب السياسية الفاسدة في الإقليم، ويجب التدقيق على الموظفين، والعدد الصحيح ليس 1,400,000 وإنما 700,000 تقريبا، والباقي مجموعات تابعة للحزبين السياسيين البارتي واليكتي، وعلى الحكومة الفيدرالية التحرك للسيطرة على كافة المنافذ الحدودية والمطارات والنفط. والموظفون يعانون منذ سنة 2014 ولغاية الآن من قطع الرواتب لكل هذه السنين. رجاء أنقذونا من سياسة التجويع، وبالتالي نحن عراقيون ولدينا حقوق مثل بقية العراقيين. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، وهي فقرة هاشتاج. في ظل استمرار مسلسل الاستهداف لنشطاء ثورة تشرين خصوصا من الشباب المناهض للعملية السياسية والحكومية، الشباب العراقي في موقع تويتر غرد على هاشتاج يحمل وسم الحرية لسجاد العراقي، وسم أطلقه ناشطون بعد اختطاف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية على يد الميليشيات يوم أمس، بعد أن اعترضتهم سيارة وأطلقت النار عليه وعلى رفيقه، فخطفت سجاد وأصابت صديقه الناشط ناشح أو باسل فليح الذي أصيب. نتابع الآن جملة من التغريدات التي ختمت بهاشتاج الحرية لسجاد. فرقد يكتب: شاب في عقده الثالث يرعب ميليشيات لا تستطيع دولة بكافة مؤسساتها أن تتكلم معهم. إلى التغريدة التالية نذهب وإياكم، وكتبتها أسيل حامد. تقول أسيل: من البارحة لليوم حكومة بكبرها تتفاوض وتتوسل بعصابات شوارع وما قدروا يحرروا لسجاد. الآن على ستار يكتب المعني بإطلاق سراح سجاد هما العامري والكاظمي لا غير، غير هذا فإنه سيغيب عنا للأبد وسنبقى نبكي على الصور ونلحق به عاجلا أم آجلا. منذ ليلة أمس نبحث عن وساطات سياسية تؤثر بالخاطفين ولا رد، لأن حضرة جنابهم نايمين. تخيل حياتك ترتبط بموعد نومة صماخ جبير. الآن إلى تحسين لقمان الذي كتب: الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبتها المطامع البشرية. الحرية لكل ثائر ضد القمع والفساد، الحرية لسجاد العراقي. انتهت فقرة هاشتاج. الآن ننتقل وإياكم إلى مقاطع الفيديو المتنوعة. في المقطع الأول: مصر ربما تكون الخاسر الأكبر من فكرة تهديد التطبيع الخليجي. ما الذي يهدد التطبيع أو ما الذي يهدده التطبيع داخل مصر؟ إنه يهدد طبيعة عمل قناة السويس. تعالوا نتابع وإياكم التفاصيل. عاشت إمارات السلام.
بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.